اليوم ما الذي يمكن أو يمكن الاستفادة منه من التجربة التركية من قبل الإمارة الإسلامية في أفغانستان؟ بسم الله. كما أشرنا إليه سابقا أن دولة تركيا دولة هي تساعد العالم بأسره، وخاصة الدول الإسلامية، وتركيا كما قلنا قبل قليل الآن هي دولة من بين الدول الإسلامية التي يعني تحظى بكل الأشياء التي نحتاج إليها في العصر الراهن، مثلا العسكري وكذلك الاقتصاد وكذلك علميا. يعني تركيا أو بلد تركيا تطور سياسيا وعسكريا واقتصاديا وعلميا في هذا العصر. فالدولة الإسلامية أو دولة الإمارات الإسلامية يمكن الاستفادة من دولة تركيا بوجوه شتى، منها الاعتماد عليها. يعني تستطيع هذه الدولة أو دولة الإمارات دولة طالبان أن تعتمد على دولة تركيا لأنها بلد إسلامي، وكذلك الشعب الحمد لله كلهم مسلمون وهم يحبون الشعب الأفغاني، فيمكن الاعتماد عليها دائما، وليس مثل الدول الأخرى الدول الكفار. فهم نحن لا نستطيع، والدولة كذلك الدولة الإسلامية دولة الإمارات لا تستطيع أن تعتمد عليها كثيرا كما تستطيع أن تعتمد على دولة تركيا.